مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثانوية الصف 11 المسار الأدبي، أهلا ومرحبا بكم ومع لقاء يتجدد مع قسم الدراسات الاجتماعية ومادة التاريخ للصف 11. مع الوحدة الثانية، قيام الدولة العثمانية وتوسعاتها، هيا بنا لنرى درسنا لهذا اليوم. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب مع الانتهاء من درس اليوم أن تكون قادرا على أن تحدد على الخريطة الموطن الأصلي للعثمانيين، أن تذكر أصل العثمانيون وجذورهم، أن توضح أسباب منح منطقة سقوط للسلطان أرطغرل. التهيئة: عزيزي الطالب، ماذا تعرف عن الدولة العثمانية؟ اذكر أشهر سلاطين الدولة العثمانية. لماذا سميت الدولة العثمانية بهذا الاسم؟ الهدف الأول: أن يحدد الطالب على الخريطة الموطن الأصلي للعثمانيين. تأمل معي عزيزي الطالب هذه الخريطة جيدا، ثم أجب عن التساؤلات التي تليها. ونذكركم بقيمة درسنا لهذا اليوم، وهي الاجتهاد والمثابرة. يتضح لنا من الخريطة أعزائي الطلاب أن الموطن الأصلي للعثمانيين موطن القبائل العثمانية كما مبين أمامكم على الخريطة باللون الأخضر، منطقة التركستان، منطقة بلاد ما وراء النهر. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى خراسان، ومنها إلى منطقة الأناضول، واستقروا بها بداية في منطقة أسكيشهر. كان سبب هجرتهم هذه الهرب من غزوات المغول كما سنعرف لاحقا بإذن الله. من اطلاعك على الخريطة السابقة أجب عما يلي: من أين هاجرت القبائل التركية وأين استقرت؟ كما رأيتم بالخريطة، منطقة التركستان في بلاد ما وراء النهر كانت هي الموطن الأصلي للقبائل التركية، ثم بعد ذلك هاجرت واستقرت في بلاد الأناضول. سؤالنا التالي: يا ترى من هم العثمانيون؟ وما الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة إلى الأناضول؟ أما عن العثمانيون فهم قبائل تركمانية من عشيرة قابي، وسبب هجرتهم أو السبب الذي دفعهم إلى الهجرة إلى الأناضول بسبب غزو المغول لمنطقتهم. غلق الهدف الأول. السؤال: ما الأسباب التي دفعت القبائل التركية للهجرة؟ أما عن هدفنا الثاني، أن يذكر أصل العثمانيين وجذورهم. هيا بنا أعزائي الطلاب نشاهد الفيديو التالي لنعرف أصل العثمانيين وجذورهم. الدولة العثمانية. والدولة العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول بن أرطغرل. ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قاي من العرق الأصفر. كان موطنهم الأول في آسيا الوسطى بين جبال ألتاي شرقا وبحر قزوين في الغرب. نزحوا في عهد زعيمهم كندز ألب إلى مدينة خلاط في أرمينيا خوفا من المغول، وفي سنة 627 للهجرة رحلوا إلى مناطق نهر دجلة.
بعد كندز ألب رأس العشيرة ابنه سليمان، ثم حفيده أرطغرل، فارتحل بهم إلى مدينة إرزنجان، وكانت مسرحا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين كيقباذ السلجوقي سلطان قونيا، وسنده في حروبه ضد الخوارزميين، فكفأه السلطان السلجوقي بأن أقطعه بعض الأراضي قرب مدينة أنقرة. على شأن أرطغرل، بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية، فبدأ يهاجم ممتلكات البيزنطيين في الأناضول واستولى على مدينة إسكيشهر. بعد أرطغرل تولى ابنه البكر عثمان، فأخلص الولاء للدولة السلجوقية، ووجه نشاطه العسكري نحو الأراضي البيزنطية، فتوسع غربي الأناضول وعبر مضيق الدردنيل إلى أوروبا الشرقية الجنوبية، فكافأه السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ الثالث، ومنحه لقب عثمان غازي حارس الحدود العالي الجاه عثمان باشا. استمر عثمان في التوسع على حساب البيزنطيين، وفي سنة 691 للهجرة فتح مدينة قرجة حصار وجعلها قاعدة له، وأمر بإقامة الخطبة باسمه، ثم قاد قواته إلى بحر مرمرة والبحر الأسود. وحين تغلب المغول على دولة قونيا السلجوقية، بادر إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة سنة 699 للهجرة، ولقب نفسه عاهل آل عثمان، فكان بذلك المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية، وتعتبر هذه السنة البداية الفعلية لتأسيسها. في سنة 726 هجرية تم احتلال مدينة بورصة وضمت إلى أراضي الدولة. توفي عثمان بعد أن وضع أسس الدولة، وكانت الولاية من بعده لابنه أورخان. يتضح لنا أن أصل العثمانيون وجذورهم، العثمانيون هم من القبائل التركمانية وينتسبون إلى عشيرة قابي التركية، هاجروا من موطنهم الأصلي حيث كانوا يسكنون منطقة التركستان بواسطة آسيا، هاجروا إلى الشمال نحو دولة السلاجقة مع قدوم الغزو المغولي إليهم. شارك أرطغرل السلاجقة في الحرب ضد البيزنطيين وكان سببا في نصرهم. قام علاء الدين أمير السلاجقة بمنح أرطغرل أرض كإقطاع على الحدود الغربية للأناضول على الحدود البيزنطية تسمى سغوط بجوار مدينة إسكيشهر ليسد غارات البيزنطيين ويغير عليهم. غلقنا للهدف السؤال كالتالي: من هم العثمانيون؟ هدفنا الثالث أن يوضح أسباب منح منطقة سغوط للسلطان أرطغرل. ما الأسباب التي دعت إلى أن يمنح السلطان أرطغرل منطقة سغوط؟ الأسباب كالتالي: 1- ليشكل العثمانيون درعا يحمي السلاجقة من غارات الدولة البيزنطية. 2- إسكان البدو القادمين من سهول آسيا في أطراف الدولة بعيدا عن حضر المدن والعواصم لاختلاف العادات والطباع، لنشر الأمن والنظام في تلك المنطقة التي كانت تعاني من انتشار الفوضى وأعمال السلب والنهب. تعاقب على تاريخ الدولة العثمانية عدد كبير من السلاطين العثمانيين الذين أسهموا في وحدة الدولة لتحقيق أهدافها سواء في الداخل أو الخارج، وكان لهؤلاء السلاطين عدد من الصفات التي انعكست في تخطيط سياستهم لإدارة شؤون الدولة وتوسيع حدودها، مما أدى إلى تقدمها وازدهارها في جميع الميادين والمجالات. أما عن غلق الهدف، أذكر أسباب منح منطقة سغوط للسلطان أرطغرل. شكرا لكم أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن استماعكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية.
وقيم إسلامية.